هذا واحد عنده صديق له أصدقاء، عنده صديق له مصري ويشتغل، والله ما أدري هم يبيعون غنم ولا شيء. جاء بينهم الشيطان، دخل بينهم وقام ذا نسأل الله السلامة وتضارب هو خويه المصري وقتله ودخل السجن، ودخل السجن وصدر عليه أمر بالقصاص. يعلمني الرجال اللي تولى الموضوع يقول صدر عليه أمر بالقصاص، هو شايب اللي يعلمني بالسالفة يقول ما دريت إلا وليدي جايني قال يا أبوي في واحد عليه قصاص وعليه الدية فلانية، تواصلوا مع ذوي المصري وحطوا دية معينة. يقول الرجال يقول جاني مر على قده، يعني ما هو تاجر بالحيل، لكن يقول ما عندي إلا 600,000، يقول أبي أدخل اللي أدفع دية ولا شيء، أبي أعتقل لي واحد، أحد لو مرته واحدة في عمري، رجال عمره حول 70. يقول والله قلت يا ولدي أجل دور عنوان وتواصل معهم. يقول والله يتواصل معهم لأنهم في الصعيد. يقول المهم قال تراكم معزومين عندنا في السعودية. يقول والله قالوا عشان موضوع ولدكم. يقول والله وكبر الطيارة، يقول والله نستقبلهم ونحطهم في مكة وعمره ويستانسون وذا ونعزمهم. يقول والله رجال رجال كلامهم ومنطوقهم وعلمهم علم غانم. يقول المبلغ المطلوب 4 ملايين. يقول المهم نجلس حنا وياهم. يقول يوم شافوا هرجة الناس وعلمهم الغانم وما ادري ايش، يقول انكسرت اللي في نفوسهم وقالوا ابد. يقول الرجال والله ادبر المبلغ واكمله مليون. يقول واعطيهم اياه. يقول نضيفهم وهذا ونودعهم ونتنازل ونزبط امورنا ونطلع. يقول يوم اني اخذت تجي 5 ايام و6 ايام او حولها. يقول ويجيني هاك الشغله، يقول ادخل فيها، يقول ما كملت شهرين 3 اشهر وجيني 24 مليون. الله اي والله. يقول اعود اكلم ولدي ما عندك شغله مثلها. جميله جميله.